راسخ في ذاكرة الوطن والتاريخ، رجل من رجالات الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وشاهد على ملامح التوحيد والنهضة. سيرة لمعت في أفاق العمل الوطني المدبج بالإخلاص والانتماء، تتداعى إلى الاحتفاء والتقدير بما تحمله من إنجازات مشرفة وتضحيات مشهودة وصور موثوقة تروي فصولاً مشرقة من حياة رجل الدولة. عبد الرحمن بن حسن القصيبي يرحمه الله، من صفوة رجال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عند قيام الدولة، وعهد إليه بمسؤولية خاصة ومهمات جسام كان أهلاً لتنفيذها بكل حكمة وبراعة، بينها المهمة التي شرفه بها المؤسس حين أصر أن يكون ممثلاً له في بعض المحادثات السياسية. اعتمر الشيخ عبد الرحمن عمامة المسؤولية بشجاعة، وتوشح عباءة الدبلوماسية بالحكمة نظير الثقة التي نالها والشخصية التي يتميز بها، فأخذ بناصية التحديات الصعبة وضرب أعظم الأمثلة في المواطنة. كان معتمد الملك عبد العزيز في البحرين، وعين وزيراً مفوضاً من الدرجة الأولى ثم وزيراً للدولة، وسخر جهوده لخدمة وطنه، دعم المعرفة والعلم بمبادراته، وأسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير مفهوم الأعمال الخيرية والإنسانية. كان رحمه الله كما وصفه ابنه الوزير غازي القصيبي، رجل دولة سبق جيله بأجيال وسبق مجتمعه بمراحل، وكان رجلا لكل المواسم.